مع اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، ترتب على هذا الموضوع تحديثات على الإقامات وتأشيرات الدخول. وأهم إقامة واللي لازم أحكي لكم عنها هي الإقامة الذهبية. شهادة الإقامة الذهبية التي تمنح لعدة فئات وتشمل المستثمرين ورواد الأعمال والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين وخط الدفاع الأول لمدة 10 أعوام. تضمنت مزايا جديدة للحاصلين على الإقامة الذهبية، أهمها إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة وإلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة، ومزايا لأفراد الأسرة التي تسمح لهم بالبقاء في الدولة طيلة مدة سريان إقامتهم في حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية. تحديثات كثيرة على الإقامات وتأشيرات الدخول، تقدروا تعرفوا معلومات أكثر في الفيديو اللي رح أترك لكم رابطه في الكابشن.